السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في هذه الحلقة الجديدة والتي أردت أن أوضح لكم أعزائي وأحبائي في هذه الحلقة كم هي عدد مخارج الحروف. كما نعلم بأننا خلال فترة الدراسة نحتاج إلى هذه المعلومة، وأيضا هناك بعض الأشخاص الذين يريدون هذه المعلومة كاكتساب للخبرات المختلفة. فبداية أعزائي، كما نعلم بأن مخارج الحروف العربية قيل أنها 14، وقيل بأنها 16، وقيل أيضا بأنها 17 مخرجا. فبالتالي بعد الاختبار الذي حدث وبعد العمليات التي حدثت على الفم ومخارج الحروف، فوصلوا بأن معرفة مخرج الحرف عندما ينطق به ساكنا أو مشددا بعد همزة مفتوحة أو مضمومة، فذلك استدلوا بأن مخارج الحروف تبلغ 17 حرف أو 17 مخارج. فبالتالي أتمنى أنكم حصلتم على الفائدة والمعرفة.